الحمد لله الذي أكرمنا بهذا التذكر وهذا التذكير وهذا الاجتماع وهذا الاستماع الذي يصحبه الانتفاع إن شاء الله، وتقوم به الأقدام على الاتباع مستضيئة بذاك النور والشعاع حتى ترتفع خير الارتفاع. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. اجتمعنا في هذا المسجد المبارك الذي هو من مساجد البلدة التي تقدم من أول القرن الحادي عشر أو آخر القرن العاشر الإقامة لها في هذا البلدة المباركة، فكما سمعنا أن وفاة صاحب المسجد في أول القرن الحادي عشر في السنة السادسة بعد الألف من هجرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي التي قام بها التاريخ من بين حوادثه ومن هذه الحادثة التي حدثنا عنها وتكلم عنها سيد أبو بكر من الحبيب حسين بن عيدروس عيديد. هذه الحادثة المعراج له آية المعراج وهي عظيمة المرتبطة بمعجزة الأسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والذي يعرف أن قريش أنكرت إسراءه، أنكرت إسراء جسده الكريم عليه الصلاة والسلام، لو كانت المسألة رؤيا أو مجرد روح ما فيها مجال إنكار، وإنما قالوا نضرب أكباد الإبل شهرا وشهرا رجعة، فكيف قطعتها في ليلة واحدة؟ أنكروا ذلك من مسرى الجسد. والذي يعرف أنه أسرى بنبيه وأخذ جسده من مكة إلى بيت المقدس في لحظات، يعجز أن يطلع به للسموات؟ وش فرق بين بيت المقدس ولا السماء الأولى ولا الثاني والثالثة ولا العرش؟ عند ربكم ما في فرق بينها، كلها في قدرته شيء واحد. فأسرى، فسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فأول ما في هذه المحادثة العظيمة تأكيد معرفة المؤمن بقدرة ربه، بعظمة ربه، أنه على كل شيء قدير، حتى لا يستصعب ولا يستكبر شيء من الأفعال التي يريد الله فعلها ويريد الله تعالى إحداثها كائنة ما كانت. لأن الإنسان يأخذ عقله وإلفه وما يالفه وما يعتاده من الأسباب التي جعلها الله في الحياة، فيظن أن الأمور رتيبة على ذلك وكأنها هي الفعالة، وليست الأسباب فعالة ولكن المسبب هو الفعال. أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، يقول النبي إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فكلها من خلق الله جل جلاله وتعالى في علا أعمالنا والأسباب والمسببات، وهو على ما يشاء قدير جل جلاله وتعالى في علاه. كان تحدى اليهودي سيدنا سلمان الفارسي لما أرادوا عتقوا منه أن يغرس نخل يثمر كله في نفس العام، كله يثمر في نفس العام 200 نخلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منه ذلك قال خرجوا حفروا الحفر 200 نخلة، جاء بيده الكريمة يغرس كل نخلة وأغرس النخيل كله. سيدنا عمر بن الخطاب شاهد التعب على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بعد نخلة، عند جنبه نخلة غرسها وثانية غرسها نخلة، غرس نخلتين بيده. جاء وقت الثمر أثمرت 198 نخلة، باقي نخلتين ما أثمرت. قال يهودي متعنت، قال ماشي حرية، ما لازلت في ملكي إلى أن تخرف هذه النخلتين. شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، خرج قال من غرس هذا؟ قالوا سيدنا عمر أنا رأيتك مجهد تعبان من كثرة غرست. قال احفرها خرجها ثاني، خرجوها وردها بيده فخرفت في نفس السنة في نفس الوقت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه قدرة الله جل جلاله، كيف خرفت ونزلوها وقت الثمر، الثمر قد جاء ونزلوها ورجعوها وأثمرت في نفس الوقت على يده الكريم. هذا شأن الله تبارك وتعالى وهو على كل شيء قدير.
كان صلى الله عليه وسلم جالس في مجلس وذكروا أن بعض الذئاب تكلم باللسان العربي، فتعجب الناس قالوا ذيب يتكلم، قال صلى الله عليه وسلم إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، ولم يكن أبو بكر وعمر في المجلس، لكن يعبر النبي عن قوة إيمانهم ورسوخ اليقين في قلوبهم، قال إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. أن أنتم ما تعتادون كلام الذيب، ولكن إذا أراد الله أن ينطق الذيب ينطق كما أنطقك أنت، وأنت جبت الكلام من عند من؟ هو أعطاك إياه سبحانه وتعالى، وإذا أراد يخرسك يخرسك، وإذا أراد أي شيء يتكلم يتكلم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. بل أغرب من ذلك، ذيب عادوا دعا إلى الله ودعا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان راعي غنم في محل بعيد يرعى غنمه، وإذا بذيب عدا على غنمه فلحقه وخرجها من فمه، وإذا يشط إليه الذيب ويتكلم بلسان عربي يقول رزق رزق ساقه الله إليه تخرجه من بين أسناني، يقول هو إيش هذا ذيب يتكلم؟ قال ما هذا بأعجب من محمد يدعوكم إلى الجنة وتدعون النار، رسول من عند الله أرسله الله. أعجب الله من محمد هذا؟ قال محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عندك هنا قريب منك في المدينة المنورة. قال شاف الذيب يدعوه إلى الله إلى الإيمان بالنبي محمد. قال يا ليت من يمسك لي الغنم أنا أروح إلى عند هذا النبي. قال أنا أحرس لك الغنم الذيب ولا أحد بيقرب شيء منها، وأرسم جميع الذئاب لا أنت عد غنمك وروح وارجع. فجاء إلى عند النبي، ما أرسلني ذيب إليك، ما نداري بالخبر الرسالة إلا من هذا الذيب. حدث النبي، فلما اجتمعوا الصحابة في المسجد أمروا أن يقوم، قال قوم أخبر الناس. رجع بعد ما أسلم وتعلم مبادئ الإسلام، رجع إلى المكان عد الغنم وإذا بهن كاملات. قال ولا تستاهل، أمر بذبح لك غنم وبعطيك إياها. ذبحها وأخذ أعطاه إياها يأكلها. بعد ذلك ذيب قدرة الله جل جلاله وتعالى في علاه. قال أعرابي مع ضب في كم أصطاده، قال لا أؤمن بك حتى يؤمن بك هذا الضب. التفت النبي إلى الضب قال من أنا؟ قال أنت محمد رسول الله. سعيد من آمن بك وخاب وشقي من كذبك. أسلم الأعرابي ودخل في دين الله جل جلاله وتعالى في علاه. قال عليه الصلاة والسلام إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، فأنا أعرفه الآن من قبل البعثة، والشوق والمحبة اللي عند الحجرة ما عاد صبرت الحجرة هذه، مكة ملانة أحجار لكن ذا ما عاد صبر. السلام عليك يا رسول الله، كل ما يعدي النبي في الطريق السلام عليك يا رسول الله، كل ما مر النبي في الطريق السلام عليك يا رسول الله. كان في سوق في مكة يسمونه سوق الليل، في هذا زقاق، زقاق الحجر يسمونه، زقاق الحجر، دخل في التوسع عقل الحرم ودخل وسط الحرم الآن، زقاق الحجر أو قريب من جهة المروة هناك زقاق الحجر. كان الحجر هذا يسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. في نفس المعجزة وهذه الآية العظيمة لا استفسروا عن 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 وصف بيت المقدس، وما ذهب صلى الله عليه وسلم تشوف بيت المقدس واخشابه وسواريه ونوافذه وابوابه، جاء يصلى بالانبياء وسرى. قالوا ان كان صدق ذهبت بيت المقدس يصف لنا بيت المقدس، نحن ذهبنا هناك ونعرفه في الناحيه هذه والناحيه هذه، كم ابواب هنا كم ابواب في الناحيه دي كم سواري هنا، وذو الحين وهو راح يعدها ولا ايش صلى الله عليه وسلم. قال فبدا يصف لهم، قال فاشكل علي الوصف، قال ما فجلي لي بيت المقدس حتى صرت اراه أمام دار عقيلة وعقال قدامي، فلا يسألوني عن ناحية منه إلا تحول إليه. كل ما سألوا عن ناحية افترت المسجد إلى الناحية اللي يسألون عنه، يشوف ويخبر يقول يخبر صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر قد ذهب إلى بيت المقدس، كل ما وصف النبي وسألوه عن وصف ووصف قال صدقت يا رسول الله صدقت يا رسول الله، وهكذا حد فقالوا أما الوصف فقد صدق. لكن عدهم يتحدون، شوف قدرة الله تعالى، قال جل الله لي بيت المقدس حتى جعل ما بين دار عقيلة وعقال وسط مكة، جاوبوا من هناك ويشاهدوا عليه الصلاة والسلام، ذا أعظم من حق التلفزيون وغيره ألا نقل المسجد بكله، وأخذوا يشاهدوا عليه الصلاة والسلام مشاهدة حقيقية. وهكذا
قالوا ما يهمنا بيت المقدس إلا يمكن سألت حد من قبل ولا شيء وتخبرته، والآن بنسألك عن عير لنا في الطريق إن كان أنت رحت فين العير حقه؟ قال عيركم في المكان الفلاني ومررت عليها وأنا على البراق أنا وجبريل وسمعتهم يتكلمون بكذا ووجدت لهم إناء فيه ماء فشربته. يسألوهم إذا جاء قالوا نسألهم متى يجون، وهذا تحدي عاد متى يجون وبيده أرجلهم يمشيهم ومتى بيصلون متى بيجون متى. قال يأتون في اليوم الأربعاء عند غروب الشمس، فخرجوا في يوم الأربعاء وتجمعوا، وإذا بقى يقول هذه الشمس قد غربت، قال الثاني وهذه العير قد أقبلت، مصداقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءوا قالوا لهم كنتم في الليلة الفلانية في المكان الفلاني، قالوا نعم، وكان عندكم جمل انكسر رجله، قالوا نعم، وكان عندكم ماء في إناء فشربتم فشرب عليكم، قالوا نعم، وسمعنا مثل صوت محمد، قالوا ما معهم إلا قالوا سحر هذا، قالوا سحر هذا ساحر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قدرة الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا جاءت هذه الحادثة كبقية المعجزات تذكرنا قدرة القادر جل جلاله الذي يجب أن نلجأ إليه ونعتمد عليه ونضع أمورنا بين يديه سبحانه وتعالى. فكانت هذه الآية العظيمة الكبيرة وحدث بها صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، وعندما جمع أبو جهل القوم وحدثهم عليه الصلاة والسلام ما بين من يصفر وما بين من يصفق وما بين من يحط يده على رأسه يستهزئون بالنبي محمد، وأرسلوا واحد إلى أبي بكر تعال شوف صاحبك تجنن يجيب كلام ما يعقل. ماذا قال؟ قال قالوا إنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس في فلسطين ورجع يصبح بيننا. قال إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق، إني أصدقه فيما هو أكبر من ذلك، خبر السماء يأتيني في لحظة في غدوة وعشية، قال يأتيني أخبار السماء في الصباح والمساء، ما بصدقه بيت المقدس، السماء أقرب إلى بيت المقدس، قال يجيب لي أخبار السماء عاد إلى بيت المقدس، وصدقه فيما هو أعظم من ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهكذا كان من شأنه عليه الصلاة والسلام الاعتناء بالصلاة، وجاءت فريضتها في ليلة الإسراء والمعراج، وكان يصلي ركعتين ركعتين في مواطن مقدسة مشرفة معظمة، وفي ذلك معرفة قدر المساجد التي أسست على تربيته وعلى دعوته وعلى رسالته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كمثل مساجدنا هذه المباركة زادها الله نور وبركة وأسست على التقوى. فكان يمر حتى المكان الذي سيتشرف بهجرته وهو المدينة، قال له صلي هنا، فصل هذه طيبة حيث تهاجر بتجي هجرتك إلى هذه البلاد، وذهب إلى حيث كلم الله موسى، قال صلي هنا عند الطور حيث كلم الله موسى، صلي هنا عند الشجرة اللي كلم الله فيها عندها موسى، صلي هنا ببيت لحم حيث ولد عيسى. قال مررت على موسى ليلة أسري بي وهو قائم يصلي في قبره. ومن هذه السنة الكريمة ما سمعتم في كلام السيد أبو بكر يتحدثنا عن المناسبة المقبلة بعد حديث الإسراء والمعراج، وهي زيارة النبي هود، زيارة النبي محمد لقبر النبي موسى في ليلة الإسراء والمعراج، يعلمنا الاعتناء بقبور الأنبياء على الخصوص وطلب زيارتهم. مررت على موسى ليلة أسري بي وهو قائم يصلي في قبر، رآه قائم في القبر يصلي سيدنا موسى، والنبي زاره إلى عند قبره صلى الله عليه وسلم، قال وقد رأيت قبره عند الكثيب الأحمر، لو كنت هناك لأريتكم قبره، يقول أنا برويكم قبره، بيروي نحن قبر موسى من شان نزوره ولا من شان نبعد من زيارته ولا من شان نقول إن زيارته بدعة؟ ليه بيروينا قبره من شان نقول زيارته بدعة؟ بيروينا قبره من شان نحرص على زيارته، من شان نعرف أين قبر هذا النبي الكريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وكان هو قدوتنا في مروره على القبر ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله.
بذلك جاء الترتيب لزيارة النبي هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، أصح الأقوال على الإطلاق ما أشار إليه القرآن وجاء في الأخبار عن سيدنا علي بن أبي طالب أنه بحضرموت. فإذا عرفنا ذلك أنه بحضرموت، فهاتوا لنا بقعة في حضرموت غير ذي البقعة فيها قبر النبي هود، بنروح له قولوا لنا فين هي، ما شاء الله هي هذه بالتواتر جاءت متواترة أن هذه البقعة وادي الأحقاف. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. الإمام الحاكم في المستدرك يروي عن سيدنا علي بن أبي طالب حديثين، وعن رجلين من حضرموت تلقي سيدنا علي لما ذهب المدينة فاستفسرهم عن النهر وعن البطحة اللي كانت هناك وعن الكثيب الأحمر وعن الكهف وعن الجبل، وأحدهم قال له ما هناك يا علي؟ قال هناك قبر النبي هود. والثاني لما استفسروا قالوا كأنك تسأل عن قبر النبي هود، قال نعم عن هذا أسألك. وهكذا وجاء بعد ذلك وبعد عصر الصحابة رضي الله عنهم عصر التابعين وتابع التابعين توالي الورور. كان صاحب كتاب التيجان في أخبار اليمن وملوكها ذكر مجيء ذي القرنين عليه السلام وسلام على النبي هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وفي أخبار سيدنا سليمان عليه السلام أنه أمر الريح أن تمر به إلى حضرموت في أسفل حضرموت ليسلم على قبر النبي هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، على النبي هود عند قبره على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام. وبذلك تحقق قبره في هذا المكان المبارك، وكان مع الزيارة أصناف من الخيرات من الذكر من الدعاء من التجمع والتعارف والتآلف والتذكير بالله سبحانه وتعالى والتعليم والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فهي أنواع من الخيرات الله ينفعنا بها ويجعلنا من أهلها ويباركنا في جماعاتنا في موالدنا وفي مساجدنا ويضاعف هذه المساجد خير ويعلي درجات الذين كانوا فيها والذين حرصوا على عمارتها ممن عرفناهم وممن مضوا قبلنا، الله يجمعنا بهم في دار الكرامة وفي مستقر الرحمة ويبارك إن شاء الله في القائمين وفي الآتين ويجعلنا على روح الإقبال الصادق على الله مع القبول عند الله والنقاء والتقاء والاهتداء بسيدنا محمد المنتقى. اللهم حققنا بمتابعته واحشرنا في زمرته واملأ قلوبنا بمحبته واسعدنا برؤيته في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.